في ناس في الدوري الاسباني بتتكلم حوالين اتلتيكو مدريد، السيناريو بتاع الماتشات بتاعته بتكون محروقه. اتلتيكو مدريد بيلبس الهدف الاول، بعد كده بيتعادل في الدقيقه الاخيره، بعد كده سواريز بيخلص الماتش. عزيزي، السيناريوهات دي مش محروقه بس بالنسبه لاتلتيكو مدريد، لا دي محروقه بالنسبه لنا كمشجعين مانشستر سيتي. الفرقه بتعمل ماتشات كويسه، بتكسب، بنيجي نلعب ماتش كبير، بتلاقي بيب جوارديولا خرف، نزل رحيم ستيرلينج، عملنا اداء كويس بس ما عرفناش نجيب جون، هوب اتغلبنا. الحاجات دي معروفه بالنسبه لنا يا باشا، واحنا عارفينها وحافظينها عن ظهر قلب، والحمد لله رب العالمين. اول ما رحيم ستيرلينج ما بيكون موجود في التشكيله الاساسيه بنبقى عارفين ان الماتش ده خلاص ما لناش نصيب فيه، هنعمل ايه؟ حاولنا على قد ما نقدر، بس بيب جوارديولا خلاص مقرر ان هو يبدا برحيم ستيرلينج علشان خاطر بعيد عنك، ربنا يكفيك شر المدير الفني الجبان والفيلسوف في نفس الوقت، يعني مدير فني جبان وفيلسوف. طلع كسبان في ستانفورد بريدج قدام تشيلسي وجابرييل جيسوس وفيل فودن عمل ماتش كويس، تكافئه الماتش اللي بعديه وترميهم على الدكه وتدي فرصه لرياض محرز اللي كان واحد من افضل اللعيبه النهارده اللي لم يكن افضل لعيب جوه الملعب بالنسبه لمانشستر سيتي، وتدي فرصه للاسطوره رحيم ستيرلينج. وجاك ريتش الناحيه الثانيه بيعاني معاناه غير طبيعيه قدام اشرف حكيمي، وفي عز كل ده بتنزل قدام مدير فني زي بوتشيتينو مقرر انه يبدا قدامك وكانه لسه مدير فني توتنهام وتسبير وبيلعب 4 4 2 بيعتمد على المرتدات، اللي هو بوتش انت ماسك باريس سان جيرمان، معاك ميسي ومعاك نيمار ومعاك امبابي وفي فيراتي في نص الملعب واندر هيريرا وادريسا جايه واشرف حكيمي وماركينوس وكيمبيمبي، وبتلعب باك شمال يعني الاسم الاقل فيهم نونو مينديز، يعني فرقه مفترض انت تنزل تحاول تجاري مانشستر سيتي، لا انا سايب لك الكوره هلعب على الهجمات المرتده، فاكر انت زمان بتاع سومو وكين، هنزل اعملها معاك النهارده بالظبط. ده انت حافظ بقى برينس، يعني الكلام ده اتكلمت امبارح ان الحاجه اللي ممكن ان بوتشيتينو يعملها ولو اتغلب يقعد على الخازوق فيها هو السيناريو ده، ان هو يسيب الكوره للسيتي ويطلع خسران، لان معنى انك هتسيب الكوره للسيتي انك هيكون اللحظات الهجوميه بتاعتك قليله، واللحظات القليله دي لعيبتك لو عرفوا يستغلوها هينجموك، لو ما استغلوهاش هيلبسوك في الحيط. وانت بقى كنت مرزق بزياده، اول كوره يطلع فيها اشرف حكيمي يلعبها لمبابي، مبابي يلعب عرضيه، ادريسا جه سجلت الهدف الاول لسه 7 دقايق. اتعشت بقى حكيمي، ما تعديش نص الملعب ده، اقف كده قدام جاك جريليتش وانت نونو حبيبي اقف قدام رياض محرز، وكده كده خلاص مانشستر سيتي فرقه معروفه، الدستور عندهم بيقول ايه؟ طالما الافضليه راحت منهم والهدف الاول هم اللي لبسوه بيعانوا معاناه غير طبيعيه جوه الملعب، والشخصيه بقى والكلام الكتير ده عارفينه كلنا ان مانشستر سيتي ما بيرجعش الا في الماتشات قليله جدا، وسبحان الله يعني عشان خاطر بوتشيتينو ده مرزق النهارده بطريقه غير طبيعيه، كره عرضيه من جواو كانسيلو لرحيم ستيرلينج، رحيم بيلعبها في نص الجون يعني يمين شمال جون يا حبيبي، بس ماليش انا في الموضوع تسجيل الاهداف ده، بيصدها دوناروما او بتخبط في العارضه وبترد لبرناردو سيلفا واحد من افضل لعيبه ماتش تشيلسي، برناردو بيشوطها في العارضه، لو برناردو جون فاضي يا حبيبي مش رايحين في الملعب، والله ما هنكسب قفله يا باشا، ده هنضيع كور تاني زي دي، هنفضل رياضي يفتح ناحيه اليمين والناحيه الثانيه جاك جريليتش حالي عدى واحد على واحد قدام اشرف حكيمي، ولسه موضوع التطور بالنسبه لجاك جريليتش انه بيشوط على الجون ده الكلام ده لسه محتاجين سنتين ثلاثه، يعني يفضل الولد يحاول يعدي واحد على واحد ويحاول يعدي واحد على اثنين واحد على ثلاثه ويخش بالكوره الجون بس مش هيشوط. ونروح بقى نتفرج، هو بيب جوارديولا ممكن يتقي ربنا فينا كمشجعين ويغير كده بدري ويطلع رحيم ستيرلينج بدل ما فيه في نص الملعب الثاني في ميسي ونيمار ومبابي ممكن يلوشونا ويجيبوا الهدف الثاني في اي وقت ويبقى الماتش خلص؟ لا هنكمل احنا باللعيبه الموجودين الشوط الاول، وكمان هنعمل ايه؟ هنغير جاك جريليتش ونطلع وننزل في الفودن. طب رحيم؟ لا سيب رحيم بقى، هو هيسجل دلوقتي اهو، انت مش شايف قدامه ازاي وبيستلم بظهره دايما ازاي عشان خاطر ياخد فاولات من كيمبيمبي او ماركينوس برينس، يعني احنا منزلين رحيم عشان يجيب جون ولا عشان ياخد فاولات؟ لا عشان ياخد فاولات ويجيب لنا احنا الضغط، مكملين زي ما احنا ورياض بيفتح هنا وجوكنس واسمه ايه ده كايل ووكر بيفتح جنبه، واي كره مرتده هناك كده في شارع فاضي ورا كايل ووكر اللي هو احنا كنا بنقول الكلام ده كان هيبقى على باريس سان جيرمان لان علينا احنا سعادتك، فاحنا ممكن نلبس تاني في اي لحظه يا بيب، يلا بقى نغير بقى يعني نغير رحيم بقى، لا مش هنسيب رحيم. طب حبيب ميسي في الملعب، ميسي لما بيشوفك اساسا بيسخن وبيفتكر ايام برشلونه وايام كاتالونيا والجيل التاريخي والكلام ده، يعني كده ميسي هلبسك دلوقتي. لا ميسي ما جابش ولا جول مع باريس سان جيرمان لحد دلوقتي، اهو جاب يا حبيبي الهدف الاول جابه فيه، ميسي خد الكوره لامبابي، امبابي سند له، ميسي حط، البس يابا في الحيط. نسكت بقى على كده، الجون الثاني جه لعيب باريس سان جيرمان افتكر وقفه رياض محرز على الخط في ربع نهائي دوري الابطال وقال له خد تعالى احنا برضه بتوع مهارات، وعمالين كل واحد عمال يعمل مهارات، وخلاص بقى باريس سان جيرمان مسك الكوره وكان قادر ان هو يسجل الهدف الثالث وخلاص عملوا كل اللي هم عايزينه في الكوره بعد الهدف الثاني. الفرقه اللي ما كانتش عارفه تبص بصتين على بعض، الفرقه اللي ما كانش عندها ايقاع يرضي ربنا، الفرقه اللي انت تقعد تبص على الجماعيه بتاعتها تلاقيها صفر جوه الملعب بعد الهدف الثاني، خلاص
انت بتلعب نجوم العالم سعادتك، ايه ده؟ يعني مانشستر سيتي كان قادر ان هو يخلص، بس بيب جوارديولا هو اللي بدأ غلط. هو بيب جوارديولا بدأ غلط وخلص الميركاتو غلط، لان احنا هنفضل نزله دايما انه ما جابلناش فيرود لحد دلوقتي، وان هو مكمل بنفس الفلسفه والعك اللي هو بيعمله. مش بقول لك عزيز ربنا يكفيك شر مدير فني جبان وفيلسوف في نفس الوقت، كنت حتى ما اتفرجت على ابو صلاح ولا اتفرجت على ميلان ولا اتفرجت على ريال مدريد وبيعمل ريمونتادا، بدل القرف اللي انا تعبت نفسي معاه ده. بس هنعمل ايه؟ بنشجع فرق بتجيب الضغط عزيزي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، او لو انت من الناس اللي ضغط النهارده بسبب رحيم اعمل لايك. اما لو انت من مشجعين ميسي وباريس سان جيرمان